ابني اللي انت بتعمله ده؟ عينك معققت من كتر القرايه. سيبك بقى من دول شتاين اللي انت عايش فيه ده. شتاين اسمه اينشتاين يا جاهل. شطه بقى ولا شتاين بقى مش هتفرق معايا. خليك في كتب التاريخ اللي اكلت لك دماغك. كتب التاريخ؟ مش بقى القصه دي بتقول ايه؟ قالوا ايه؟ ظهرت على الارض قوه من 500 سنه تقريبا كان هتغير مسار الكون كله، وفي نفس الوقت كان في مركز من المستعبد. وقدر ان يقفل القوه دي نفسيه. ومن خلال التواريخ والابحاث الموجوده في الكتاب ان القوه دي هتظهر في مدار الارض تاني خلال الفتره دي. ازاي؟ المفروض تبقى نقطه. ايه ده؟ انت لسه بتحكي؟ عم سيبك بقى من افلام الكرتون اللي انت بتتفرج عليها دي. تعالى انا عازمك على حسابك. يلا بينا. مش ليه ازاي ترشيد؟ هي فكرة البحث جامدة أوي. يوسف يوسف كان هنا. هنا ايه يا كده ازاي؟ ما انت ما كنتش مصدقني لما حكيت لك القصه. يعني انت عارف كل اللي بيحصل؟ انا عايز اعرف كل اللي انت بتعرفه. لما ميجي يقسم القوه لجزئين خليها على هيئه خاتمين. خاتم استولى عليه اكتر وقدر ان يستغله في الشر، لكن عشان يحكم العالم لازم يجمع القوه دي ويكون معاه الخاتم التاني. الخاتم التاني مع مين؟ اهو. علشان كده انت قدرت تختفي بيا. طب انا مالي بالموضوع؟ انا ما اقدرش اعمل حاجه بالخاتم ده. لما قريت وعملت ابحاث ودراسات من سنين قدرت اوصل للخاتم التاني، بس الكتاب بيقول ان شخص واحد بس يقدر يستخدم الخاتم ده. والمفروض ان الشخص ده يبقى هو انا. طب انت استعملت الخاتم ازاي؟ مش انا اللي عملت كده، الخاتم هو اللي عمل كده عشان يحميك. لازم تاخد الخاتم ده عشان تقدر تجيب الخاتم التاني. We'll be right back.
على فين؟ انت مين؟ انا شفتك قبل كده. ايوه شفتك، انت اللي كنت في حلم صح؟ اهدى كده واسمعني، انا هنا عشان اساعدك. انت لازم تستعمل قوتك مع قوة الخاتم علشان تقدر تدمر اكتف تحمي الارض. طب انت مين؟ انا الحارس ميجا، حارس ذي القوة. قسمت القوة الى جزئين، لكن اكتف حصل على خاتم واحد، وهو دلوقتي بيحاول يحصل على الخاتم التاني اللي هو معاه، اللي يسيطر على العالم كله، ومحدش يقدر ياخد الخاتم ده منه غيرك انت. استنى، طب بعد ما اخد الخاتم ايه اللي انا هعمله؟ لازم اخده وارجع للزمن بتاعي علشان حياة البشر ترجع تاني طبيعية. انا بخيرك لاخر مرة، يا تديني الخاتم يا تموت. موت اخيرا وبعد زمن طويل، بعد ما افتكرت انها ضاعت للابد، رجعت لي القوه من تاني. اوحش حاجه في البشر انهم ساذجين، بيجروا ورا شيء اسمه الطموح. قوتي اللي انت بتتكلم عنها ميجا مش اكتر من حارس القوه دي. ميجا we
لسه نايمين؟ يلا يا ابني ورانا شغل. يا ابني انت وزقك كده على طول. يا ابني انت لابسه ده. يا ابني الدنيا حر. هو كتب اقرار على نفسه محمود مالناش دعوه هذا من سبيل الاكشن والكينج تي في والكينج تي في انا شوفت سوين في الفيلم ده. لا بخيرك يا تديني الخاتم يا اما تموت. يا هتموت حلو هتموت عشان تخلع فيك يا هتموت واحد الدبل وانا هدفنك كده هنفتح يا جماعة ورا الكاميرا يا فرح ورا الكاميرا يا فرح ورا الكاميرا يا فرح ورا الكاميرا كده اختي حصل على خيط واحد وهو الان والله لا عايز اعرف كل اللي تعرفه بس الكتاب بيقول ان في شخص واحد بس يقدر يستخدم الخيط ده البطاطا كان السبب يابا يلا لو صور والله خربت بس الكتاب بيقول ان في شخص واحد بس لاول ولاخر مره هخيرك يا تتحد معايا وتديني الخاتم وتبقى دراع اليمين يا تدفي هتدفي